الماتش ديال اليوم راه زوين و تستاهل اللعبه كتستحقوا التضحيه وضحوا بالرجهم والمدرب دار نفس التشكيله وربح الماتش المحلي وبرافو اسود الاطلس. السلام عليكم كاع المغاربه ديما مغرب اليوم تاهلنا على البرتغال بفوز فوز مستحق تفزنا عليه وديما مغرب ديما راس لافوكا. تحيه للمدرب اللي قادنا باش نوصلوا لهذا المستوى هذا اللي ما عمرنا وصلنا. ديما مغرب ديك كاس الدراري ديال دربنا وديما مغرب ديما مغرب. هو وليد الركراكي بين على انه مدرب عالمي ولاو كلشي كينقلوا منه. الحمد لله اليوم بوفال قدم مباراه واعره وناحيته هو. المهم الدراري قدموا مقابله واعره وكنتمناو الفينال وكنتمناو عاش المغرب ديما مغرب ديما فاموس تودوس مارويكوس. وهادي عجبني انا وناحي دار واحد اللعبه خويا في الجميتشان اللي بزاف شي حاجه بزاف اخويا نصيري حتى هو شي حاجه بزاف. اسمح لي ولكن الركراك يا خويا راه كلشي كلشي ان شاء الله غنشوفهم في الفينال وغيكون خير. زول صديقي هو اسمه مقومنا اللي تربت المنتخب الوطني تغليس نصف النهائي لازيد من تاريخ هادو جوزيس اسميتو. نشكر الفريق الوطني تحيه امازيغي. ما نخفاش عليك فرحنا بزاف بهذا الانجاز العام ديال المنتخب المغربي. فعلا اول مره في التاريخ المنتخب المغربي كيوصل للدومي فينال المربع الذهبي بعد ما خسينا زعما الفرق قويه من قبل بلجيكا اسبانيا كندا. واليوم قصينا فريق اللي قصنا النهار 2018 في روسيا وانتقمنا منه اللي هو فريق شرس فريق البرتغال. وان شاء الله الكاس العالم ان شاء الله ديالنا. اي فريق دابا ما كيخلعناش كما بغى يكون ان شاء الله غادي ننتصروا عليه الفريق ديالنا. وتبارك الله على وليد الركراكي الله يرضي عليكم عقبال نجاح نجاح نجاح. احنا فرحانين بزاف بهذا التاهل ونتمنوا الفوز بالكاس ان شاء الله. مبروك عليكم المنتخب مبروك علينا مبروك على جميع المسلمين وحنا النهار هذا فرحانين كاملين. احنا فرحانين بالمستوى تاع المنتخب المغربي وديما مغرب فرحتونا وشحال هذه ما فرحنا من 1986 وديديكاس لدنزا. فرحنا بزاف فرحانين بزاف نتمنى المغرب نتمنى العرب نتمنى افريقيا. وانتقلنا من 2018 قصينا اسبانيا وقصينا البرتغال وعقبال الدومي فينال وعقبال الفينال ان شاء الله وديما مغرب. تحيه لبونو هو الاسد ديال المنتخب وكيل المنتخب طلي بونو.